صلى الله عليكم. من دخل المسجد وباقي على أذان المغرب 5 دقائق، هل يصلي تحية المسجد أم ينتظر حتى الأذان؟ وهل الصلاة قبل الأذان تصلى مطلقا أم لا بد أن ينتظر الأذان؟ إذا دخل المسجد وقبل الأذان المغرب بمدة يسيرة ينتظر، ينتظر واقفا لا يجلس، بل يقف حتى يؤذن فيصلي تحية المسجد. أما إذا دخل المسجد بعد العصر وباقي على أذان المغرب مدة طويلة، فهذا فيه اختلاف بين العلماء، منهم من يقول يصلي ركعتين تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب تفعل عند وجود سببها ولو في وقت النهي، وبعض العلماء يقول لا، إذا دخل المسجد بعد العصر وباقي على المغرب يعني مدة طويلة فإنه يجلس ولا يصلي لأن هذا وقت نهي. نعم. وعلى كل حال من صلى فهو مصيب وله أجر، ومن جلس فله عذره ولا حرج عليه. نعم.